صباح الخير. مصطفى كيداير بخير؟ مرحبا وبزاف. شكرا بارك الله فيك. انا وريدات نعرفها عزيزه عليك لا فيردور باينه من البليصه كي ساكن. بارك الله فيك اختي وجده. والله يحطيك بخير. مرحبا بك. الله يخليك. شكرا. تمرير عند مصطفى حجي. مصطفى حجي عنده اراده كبيره باش انه يسجل هدف. مصطفى حجي مصطفى بعدا شكرا جزيلا على الاستضافه ديالك. مرحبا سي ان غون بليزير. ودتي فينا خير جبتينا للبهجه من مدينه البهجه جبتينا لمراكش. مدينه زوينه صراحه والناس ظريفين. المغرب كامل بحال هكا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وشتك مبعد السي حجي على الناس. لا ماشي على الناس على المدينه. انا ما عندي ولاد صغار وعزيز عليا لا كومباني زعما ما بغيتش المدينه الصداع ديال المدينه وديما عرفتي الناس بزاف في المدينه تيكون شويه صعيب وعزيز عليا بحال هنا على ربيع ولا شويه ديال لي ديزا. تبارك الله دارك بوحدها بعيده على الديور اون بليس فاش كتدخل كتلقى كلشي الخضوره. يمكن هادشي الطفوله كيدير لك شويه ديال النوستالجي. لا حنا في فرنسا عرفتي غير لي بيتون وداك لي زيمابل والحمد لله حنا في المغرب عندنا الارض زوينين ولي فيغديو عرفتي انا عشت برا وديما تنتمنى نرجي للمغرب يكون عندي بحال هذا لو ستيل ديال الدار والحمد لله انا بالخاطر ديالي والولاد فرحانين. اول حاجه انا غادي نسولك عليه هادشي تي وانت تهضروا معاك كيرحبوا بيا سي مصطفى قول لي شنو هادشي عايشين معاك يمكن لا عايشين معايا انا حنا تنوجدوهم العيد ان شاء الله مساكن هادي يدوزوا فوق الفخر فعلا كتوجدوا تنوجدوهم ان شاء الله واحد 5 شهور 6 شهور ان شاء الله يكونوا موجودين العيد وصراحه ملي ولا تيولفوهم وباش تيجي العيد تيكون شويه صعيب. نعم. كيبان انك ما عزيزش عليك الاتات بزاف كاينه ولا لا كاينه مي هذه واحد 3 شهور كنت رحلت لفرنسا كنت مشيت باسكو كنت مع الخدمه ديالي كنت بغيت نوقف وداك الشيء ما بغيت نهضر على هذا الشيء بزاف وهادي واحد 15 يوم رجعنا مي باقي الحوايج غادي يجيو من فرنسا ان شاء الله مي يعني صراحه انت رحلتي وعاد دابا رجعت وهذا من حسن حظنا جينا لقيناك هنا. مرحبا من الله انا مي المغرب عرفتي المغرب عزيز عليا بزاف وكنت صراحه شتي كونتر كور اللي كنت غادي نرحل والحمد لله رجعت وهذا الشيء اللي واخا سي مصطفى نجلسوا روحي سهله بنتي زوين على مرحبا اختي مرحبا اختي سي مصطفى بغيت نقول لك بعدا واحد الملاحظه عامه فاش دخلت لدارك حسيت بواحد الراحه رجعتينا لذاك الطبيعه والهدوء فانا متاكده ان واخا عشتي في فرنسا واخا احترفتي في دول اوروبيه كثيره انت من الناس اللي كيبغيو المغرب بزاف اختاريتي ان يعني الاقامه ديالك تكون في المغرب لابد انا مغربي في الدم وانا تنموت على المغرب هذه حنا كلشي عارفه متاكد منها مصطفى لا تنموت على المغرب وانا جيت صراحه جيت في هذا الدوار هذا كان الناس هنايا بحال اللي كنت عايشت انا حتى انا اللي كنت صغير والعلاقه معاهم ماشي زعما شي حاجه بيناتنا ولا شي حاجه حنا مغاربه واخا بنادم ما عايش في شويه في هذا الدوار مساكن عايشين ظروف يعني شويه قاسيه وربما كيفكروك مصطفى يمكن انت كبرتي في واحد الدوار في واحد المنطقه نائيه وتعاود انا بغيت نرجع معك للطفوله شويه مصطفى كنت عشت في واحد في اطلس صغير في المغرب وحدا حدا حدا الصحرانيت حدا قلميم ايفران وداك الوقت في السبعينات كان الوقت صعيبه بزاف الظروف كانت شويه صعيبه والناس مساكنه وحتى الوالده تفكر مع الوالده باش تمشي تجيب الماء للدار خاصها دير تضرب شي 2 كيلومتر او 2 كيلومتر باش تجيب غير واحد لوسو ديال 5 لتر ديال الماء باش نغسلو باش تبدا تطيب بداك الماء والخشاب حتى هي خاصها تطلع الجبال باش تجيب شي الخشاب باسكو كان تيكون البرد في ليفير وانت كنتي كتعاونها مصطفى كنتعاون لابد كنت انت كنت الكبير انا كنا الكبير في العائله وكنت تمضو في ذاك الخروف حتى هما تنديهم باش كنتي كترعى كنت نديرها وكنت نغسل كاع البهيم اللي كان عندنا في الدار بحال البقار وكان عندنا واحد الشوار حتى هو تنغسلو وباقي عندي واحد الضربانيت ديالو اللي عض عليا ضربك ضربني نو مي هادشي كامل فين ضربك ضربني في فمي هنا خلى لك واحد لا سيكاتريس هنا
مي سيكاتريزولا نا وداك الشيء بنادم تيكبر في واحد في واحد المنظر وتيمشي وتيبغي يحقق لي داك الشيء موراه وتيخدم وتيدير واحد الساكريفيس باش يعاون العائله ديالو ويعاون ديك الذكريات. مصطفى كتفكرها يعني بواحد شكل زوين ولا أحسن شويه الالم شويه المعاناه؟ لا احسن وقت في حياتي فعلا باسكو عندك واحد لي فالور هذاك انا بالنسبه لي انا في ذاك الوقت كان عندي لي فالور بزاف على اي حاجه بدات تمشي تاكل شي حاجه تتعرف اش تسوى تعرف قيمتها وبنادم اللي تيخدم تعرف علاش تيخدم والحمد لله على هادشي داك الشيء كامل عاوني باش نوصل فين وصلت وذاك لي ساكريفيس اللي درتو تاع الخدمه ومازال اليوم الاداب اللي تخرج من داك الشيء كامل تتعرف اي واحد تعطي القيمه ديالو في اي حاجه اللي تيدير. هادشي معروف عليك مصطفى انك من يعني اللاعبين المغاربه الخلوقين اللي كلشي كيبغيو. بارك الله فيك، مي هذاك الشيء هي الادب من عند الوالدين كامل من عند الوالدين. هنا واحد السؤال مصطفى، شخصيه الاب والام شكون اللي اثر فيك اكثر؟ ما تقدرش عرفتي الوالده تكون ديما والده هي والده رقم واحد رقم والوالده ما كاين شي حاجه فوقها ولا الوالده هي على كل شيء والحمد لله من الوالد حتى هو في قلبي وفي دمي باسكو هو اللي دار اللي هو اللي خدام مسكين وخدم علينا بزاف ودانا لفرنسا وتهلا فينا ودار اي حاجه باش نكونوا مهنيين وكل واحد اللي بغى تجيبوا ليه مسكين ومي الخدمه اللي تدير الوالده واخا الوالد مسكين اللي خدام والعذاب اللي خدا اللي داك العذاب اللي خد في الخدمه مع عمرها توصل داك ديال الدرجه ديال الوالده. الوالده الله يخلي لك الله يخليها لك يا ربي الله يخليك ديالك يا ربي امين ربي يخليك ونكونوا جميع المسلمين يخليهم الوالدين هم باسكو الوالدين هما هو الموتور ديالنا عرفتي اي حاجه اللي بغيتي الرباح ولا بغيتي شي حاجه يجي من رضات الوالدين وخصا بنادم يعرفها هادي. كنتي كتاكل العصا مصطفى؟ ولا بد فعلا ترفيقه كل نهار عادي داكشي ودابا بنادم انا دابا عندي ولادي ماشي مي اللي جات لواحد الوقت ما تيسمعوش ولا شي حاجه وتصرو ولا بد هادشي ضروري لا بد وخا تحبهم وداك الساعه اللي عطيتيهم واحد لافيسي واحد الترفيقه لافيسي تيجي لك داكشي مي لا بد هذه هي الاداب وهذا لا جينيراسيون دابا اللي قلت لشي واحد دابا انا تنشوف داك الناس ديال فرنسا واللي تيمشيو عند ولادهم وتيبغيو وتيدعيوهم في المحكمات الوالده ضرباتني الوالد ضربني ما كيقبلوش يعني الضرب ما كيقبلوش هادشي وهادي على هادشي كاع هاد لا جينيراسيون تيمشيو وكان بزاف ديزيكسي على اش دابا الله يحفظ الاولاد تيضربوا والديهم فعلا سي ديفيسيل مي انا كنتي باسل كنت تندير شي حوايج الوالد صراحة جات واحد النهار دار جا المغرب وجا من فرنسا ودار داك عرض على الطلبة وداك الشيء داروا داك سليكة في الدار وعطى لي واحد شي بركة قال لي جيب لي شي لحم من السوق وداك الساعة مشيت وما شريت لي اللحم شريت كرة داك تتسنى فيا في الدار خليتي الضياف ما كلاوش وانت ماشي تشري كره ماشي كره مشي مع الدراري اللاعبين مقصرين حتى جا الوالد عطاني قصرتي قصر عليك الوالد قصرتي مزيان نيت ولا مي هذا الشيء الحمد لله مي لابد بنادم وما عمرني مازال تنهضر مع الوالد قلت له عطيت لي تعطي لي الترفيقات علاش وداك الشيء مي قلت له شكرا على داك الشيء كامل باسكو انت اللي درتي هذا الشيء كامل ربيتيني. في الدراسه انا عارفه انك كنتي كضرب مسافه باش توصل للمدرسه انك تقريبا مسين 7 سنين حتى 11 عام دوزتيها في المغرب. نعم منذ الولاده 7 سنين دخلتي للمدرسه حتى 3 سنين تقريبا 4 سنين اللي قريتي في المغرب. نعم كان ظروف شي قاصحه في الدراسه ياك؟ وي كنت في الاول كنت نمشي للمسجد كنت نمشي للمسجد نحفظ القران وتعند داك اللوحه وتكتبوا فيها في البلوح وداك الشيء كنت انا عقله فيها مي باش تمشي للمدرسه عندك شي نص ساعه ديال المشيه ولا ساعه ديال المشيه باش وداك الجبل تطلعهم تتنزلهم باش توصل للمدرسه دونك تفيق مع 5 الصباح وداك المعلمين كانوا قاصحين داك الساعه تتوصل معطل شويه تيضربوك ولا مي ما قريتش بزاف ما عقلتش على والو باسكو كان على الطريق تمشي مره ومره في السيمانه انت كتغيب يعني تغيب وتمشي مره في السيمانه وواحد السيمانه جوج سيمانات ما تمشيش ولا تمشي للمسجد باسكو بعيد المدرسه كانت بعيده وما عندناش باش لي ترونسبور بحال دابا الحمد لله الناس
ومال لي ترونسبور باش تمشي وكنت صغير دونك سي سي ديليكا مي الحمد لله. وفاش مشيتي لفرنسا الاندماج ديالك فوالا ديك المرحله الانتقاليه انكم كنتوا عايشين في المغرب في الدوار عادي تلقيتوا راسكم في دوله متقدمه. صعب حاجه اللي لقيت في فرنسا وصلت وكان اللغه ما كانتش عندي تماما يعني اللغه وكان المدرسه نيت ما مشيتش ليها بزاف في المغرب دونك ديك الساعه كنت غير مع الحساب شلح على الحساب كنت انت الاول في المدرسه في الحساب على اللغه وداك لي لورتوغراف لا كونجيزيون لقيت شي مشاكل كبير يعني وصلت كان عندي 9 سنين 10 سنين وباش نمشي مع داك الدري اللي عندهم العمر ديالي كان سيتي امبوسيبل زعما كان باين الفرق في المستوى كانشي ما كانش كيلعب لك شويه على الموضوع. لا انا بغيت نرجع عند جدي باسكو كنت بغيت نرجع للمغرب باسكو صراحه كنت تعصبت بزاف على هذا الشيء والدراري اللي كان معاك اللي كانوا معايا في المدرسه كانوا تيهضروا عليا وانا كنت طويل عليهم شويه يعني كنت كبير كنت طويل عليهم واللغه ما كايناش وما تعرفش نكتب وما تعرفش نهضر دونك واحد عام ولا عامين كنت صعيبه بزاف وما بقاش تنبغي نمشي للمدرسه وكانت واحد الاسيستونت سوسيال مسكينه لا تنفكرها وما وتنقول لها ديما تنبقى تتلقى معها تنقول لها ديما شكرا على داك الشيء اللي دارت لي دونك هي اللي عاونتني باش نبقى نهضر بالفرنسيه ونهضر ونبقى نكتب شويه الفرنسيه داك الساعه وقالت لي باش تدخل في هاد المنطقه باش تتعلم بالزربه اللغه خصك تمشي دير واحد سبور كوليكتيف زعما شي رياضه جماعيه ومشيت انا وقلت لها صافي انا عزيز عليا الكره داكشي علاش كنقلب كل نهار انا قلت لها انا مزيان نيت انا عزيز عليا الكره وسبحان الله العظيم مشيت واحد عامين تنلعب مع داك الفرقه باش نتعلم الفرنسيه وداكشي ومشيت للسونت دو فورماسيون ميم عامين. مصطفى فاش كنتي كتلعب كره بغيت نعرف واش التميز ديالك بان من الصغر ولا التميز جاي يمكن من بعد لونترينمون من بعد التدريب. ما نقدرش نقولها لك باسكو الناس اللي كانت تيشوفوني تنلعب تيقول لك كنت مزيان ما عرفت. يعني كنتي فاش كتلعب مصطفى كيكون مثلا كيماركي لي باس ديالو كيكونوا حاسمين بحال هكا. لا بديت في اللور. كنت في الدفاع دونك كانوا حاطين في الدفاع انا وانا كنت طويل على داك الدراري الصغار اللي تلعبوا معاهم وكنت طويل عليهم وصحي عليهم دونك داروا لي في الدفاع قالوا لي تبقى هنا تبقى تفرقع الكويري تحيدهم من هنا وبحال بشويه بديت وحتى العام الاول حتى بديت نفهم الكره كيفاش تتلعب لي زور جو هاد لي توش لي ما هادي وطلعت شويه لقدام وحتى جا واحد المدرب اللي كان بروفيسيونيل في الكره وقال لي غادي نطلعك واحد شويه باش تلعب في الجناب وغادي تعاوننا وداك الساعه هو اللي حطني في داك البلاصه اللي لعبت فيها مي في الاول صراحه ما كنتش تنلعب مزيان كان خصنا كنا الخدمه اللي بحال اللي قلت لك بنادم اللي بغى يوصل شي حاجه خصو يخدم واخا يكون عندك واحد شويه ديال الطالون مي بنادم خصو يخدم يدير لي ساكريفيس ويخدم ويتعذب على الخدمه ديالو باش الخدمه باش تخلص داك الشيء اللي داك لي ساكريفيس اللي درتي. مصطفى واش كنتي بغينا نقولوا مبرمج حياتك انك غتولي لاعب كره قدم محترف ولا جات بالصدفه؟ لا ما عمرني بغيت نلعب الكره بغيت نوصل ما كنت عارفش كاع على الكره يعني شنو هي تجيب تتكون شي ميتي زعما تتكون شي خدمه تتكون لي ميتي ديالك انا كنت نلعب الكره على سانوبي زعما تتنوض نهار الحد ولا نهار السبت اللي ما عندكش المدرسه تمشي تلعب مع اصحابك مي ما عمري حتى الوالد مسكين كانت اللي قلت له غادي نمشي نلعب الكره قال لي فين تمشي تلعب الكره خصك المدرسه بعدا تاخذ شي ميتي دير لي شي سودور ولا دير لي شي ميكانيك ولا شي حاجه شي حرفه ماشي شنو هي الكره وحتى انا نيت صراحه ما كنتش عارف شنو هي الكره تتكون بروفيسيونيل وتجيب لك الماكله ديالك وتجيب لك الخبزه ديالك والشهره وكل شيء ما كنتش عارف داك الشيء انا بغيت نلعب الكره كنت عزيز عليا الكره وجاب الله مع الوقت ومع الخدمه الحمد لله وعرفتي رزقك تيكون ديما في واحد في واحد القنت وبنادم تيمشي ليه بشويه بشويه حتى يوصل ليه. مصطفى انت مهاجر مغربي مشيتي لفرنسا
دخلتي لواحد المجال كره القدم اللي اكيد كاينه المنافسه فيه، كلشي كيدبز باش يكون في الفريق في فريق متميز، فعانيتي شويه من العنصريه؟ العنصريه هي ياك باش الغاسيزم ولا الغاسيزم عرفتي اللي يعني حيت انت عربي ما كتعطيكش فرصه. انا صراحه نقول لك بصح ما نقدرش نكذب عليك باسكو هادشي تيوقع. انا وصلت داك في 93 وكنت انا شلح وجيت وداك الساعه الدراري ولا تكازا ولا الرباط مراكش وداكشي، وانا جيت وما تنهجش العربيه ولا وجيت تنهضر غير بشويه الشلحه يعني تنهضر غير بشلحه، وتقالوا لي تتبيع الورد شحال من اللاعبين تنجي ولي انت تتبيع الورد في المغرب في فرنسا سير غير اش تدير هنا، وحسيت بها بشي شويه الاهانه بحال اللي قالوا لك انت ما عندكش ما دير في هذه الفرقه. يعني تشكر من العرب من عرب من مغاربه من المغرب من المغرب وزمان ما دخلت في ذاك الشيء. انا ذاك الساعه بغيت نكون في المنتخب المغربي وتنقول لهم انا مغربي بحالكم، ما بيننا غير شي اللغه وانتم بالضبط اصلكم وقيلا واشلح دونك كي الغالبيه ساكنه المغرب هم امازيغ. قلت لهم اللي كنتوا عرفتوا ليستواغ ديال المغرب اصلكم يكون غير شلح ولا جيتوا من برا ولا العرب شدكم وجيبوكم هنا. هي قلت لها احنا مغاربه وصراحه كان شي كان واحد العام تعذبت فيه فعلا في هذاك الشيء، وكنت بوحدي ما تهضر حتى واحد معايا، وكان مصطفى الحداوي اللي كان ذاك الساعات هو اللي تهضر بالفرنسي مزيان باسكو كان محترف في فرنسا وكنت تنهضر معاه بزاف، هو اللي كان ربما شويه كيعاونك. كان هو عميد الفريق ذاك الساعه وهو اللي كان في 86 كان وداز واحد العامات زوينين مع المنتخب، وهو اللي كان ليكزومبل في المنتخب ديالي باسكو كان في المستوى وكان لاعب كبير تنهضروا عليه بزاف في فرنسا في الخارج، وهو كان اكزومبلير وهو من على اللغه مشيت عنده، وهو اللي مثلي ذاك الساعه قبل ما نمشي بانجيش المنتخب كان مشيت عنده قلت له اعطي لي المايو ديالو. من بعد كان لعب مع النيس وقلت له مصطفى خصك تعطي لي التوني ديالك من بعد الماتش وداك الشيء، وهضرت معاه وعطاك لي التوني ولا ظريف الله عمره هذا، وانا عندي واحد العقاب بيني وبين مصطفى بحال خويا الكبير فعلا، ومن اطيب الناس وحس لي الشرف درت معاه حوار. نو عزيز عليا بزاف مصطفى، هو عرفتي عنده لا باغول عنده لي تمشي ديريكت زعما ما يقول لك انت يدور من هنا، وعاد كان عزيز عليا باسكو تيقول لك داك اللي بغى النيشان مع هذه الفتره. مصطفى حنا عارفين ان تم المناداه عليك للفريق الفرنسي او المنتخب الفرنسي، ولكن انت اختاريتي المنتخب المغربي، واش كان اختيار يعني عن قناعه ولا الوالدين ربما خفتي منهم؟ ما كانش اختيار انا كبرت في المغرب، انا زعما تزيت في المغرب وانا عندي المستوى ديالي، انا عارف ديما دي يكون في المغرب، وملي كنت صغير وعندنا داك لي تراديسيون ديالنا ديال المغرب، تناكلوا بيدينا وتناكلوا مع الوالدين في طبله وحده وداك كل شيء، والتصويره ديال سيدنا الله يرحمه حسن الثاني كان ديما في الدار، وداك الشيء كان حنا مغاربه خمشينا وديما تنتمناو، والوالدين ديما حتى الوالدين كان ربانا باش ان شاء الله نديروا المستوى ديالنا في بلادنا. اول ماتش لعبتيه للمنتخب الوطني عقل عليه؟ عقل عليه بزاف، عقل عليه اول واحد اللي عقلت عليه مزيان فعلا، باسكو عرفتي بحال كان شي حاجه انا خليتي شي واحد يمشي بحالو وخليتيه ومشى واحد 10 سنين ولا 15 عام، بحال واحد لادوبسيون رجعت ليا بحال اللي جيت المغرب والجمهور كامل عاقل على الجمهور اللي كان كله كيعيط حجي فاش دخلتي. بيان سور انا على هذا الشيء ديما تيكون عندي لي شير دو بول، وعلى هذا الشيء داك التيران ديال كازا عزيز عليا بزاف على اي واحد اخر في المغرب. تمريره في اتجاه طه، ضربه حسابيه ديال طه تمشي لعند حجي، حجي مباشره من نادي الحجي، قذف جنونه ديال الحجي
الحجي قطفة جميلة، إنما الحارس وما عرفتش الحكم شنو كان عمل، لأنه لاحظوا قطفة بالرجل اليسرى ديال اللاعبين الكبار مشات في الركن 90، إنما في هذه اللحظة هذه ما عرفتش الحكم واش كان عمل على نهاية الشوط الأول. غتابعوا جميع الإعادة، لاحظوا كاين ربع من الكرة بطريقة جميلة جدا، هذا كسب كبير ديال اللاعب حجي. ذاك التيران ديال كازابلانكا كيفاش نقول لك، فيها الديبي التاريخ ديال لا كارير ديالي، وفي ذاك الساعه اللي بدات لا كارير ديالي في الكره، وما عمري ننسى ذاك التيران، وما عمري ننسى ذاك الناس الجمهور. صراحه في 93 اكتوبر 93 دونك سيتي الماتش اللي ما عمري ننسى في حياتي. واخا 93 جاء المونديال 94 مع الاسف المنتخب الوطني ما كانش يعني يعني المستوى ما كانش كما كيطمح له الجمهور، ولكن من بعد شويه ربع سنين تخدم المنتخب المغربي بشكل، كنتوا واحد الجيل كما كنقولوا ذهبي للمره الثانيه من بعد الجيل 86، مازال كنتفكروا دابا الجيل ديال 98. فتهضر لنا على كيفاش تلاقيتوا داك لامور اللي كان كنا كنحسوا بكم يعني يد وحده فريق وطني حقيقي. ولا صراحة كان في 94 كانت فرقة أحسن من 98، مي في 94 أش وقع؟ كان داك العقد بين اللعابة ماشي هي، كان الحسد، كان شي واحد ما تيبغوش آخرين، والمدرب الله يرحمه السي بليندا كان داك الساعة، وحتى هو كان عنده ماشي الناس هنا في المغرب ديما تيعيطوا باش يصوب الفرقة ديالو، لا ما دير هذا دير هذا دير هذا، يعني كان تدخل خارجي ماشي غير المدرب اللي ولا ولا. وداك الساعة جينا من كأس العالم 94، وكل واحد ما بقاش بغى يجي المنتخب، وحتى جا سي أونغي ميشيل، وأونغي ميشيل كان سيدنا حطو وقال له يدير خدمته، وداك الساعة هو اللي كان ريسبونسابل أونتيي، زعما ما كانش شي واحد يعيط ليه يدير لي هذا اللاعب ولا، حتى صوب الفرقة ديالو وجاب اللعابة ديالو، وحنا خدامين داك الساعة خدمنا معاه بحال شي عائلة بحال شي عائلة، هو الوالد ديال الفرقة، وحنا بيناتنا كان التواصل بيناتنا في التليفونات، الدراري اللي كانوا لاعبين بحال نور الدين بحال صابير بحال باصير حتى هو شيبو شيبا، داك اللعابه كامل كانت تنتصلوا بنا، كنا يومين ثلاث ايام ناخذوا التليفونات انا تنسول على الدراري، وكل واحد تنشوف الفرقه ديالو اش دار معاها، وتنتسناو غير داك الوقت باش نجيو للمنتخب، هو اللي هذاك الشيء اللي مهمنا. وهذا الشيء أونغي ميشيل دار واحد الخدمه زوينه، وانا تنخذ بها بزاف من هذا، باسكو انا دابا مدرب وتنخذ ليكزومبل من داك الخدمه اللي دار أونغي ميشيل باش تكري واحد. الا قلت لك تعطيني كلمه تختصر فيها العمل ديال أونغي ميشيل، او جمله تختزل لي فيها أونغي ميشيل. أونغي ميشيل هو الوالد. الوالد. يعني بكل ما تحمل الكلمه. زعما ما ندخلش على التكتيك ديالو ولا شي هادي، والد. والد. تحترمه وتتبغيه. مصطفى انت في ذاك المرحله كنت واحد من اللاعبين المتميزين اكيد الى جانب مجموعه من اللاعبين الاخرين، ف وتوج هذا تبارك الله التفوق بالكره الذهبيه. نعم. تعودنا على هذه المرحله. نعم. على كيفاش تلقيتي الخبر، فاش يعني عرفتي انك مرشح وانك ربحتي، شنو عاود لي على هذه ليزيمونسيون هذو. الوغ واحد الحاجه، الكره الذهبيه ماشي غير ديالي بوحدي، هذاك انا ديما تنقول هذاك لاكول، هذاك لا ريكومبونس ديال الجميع، ديك الفرقه ديال 98، الخدمه اللي درنا من 95 حتى 2000، هذاك هي لا ريكومبونس ديال داك الدراري كامل ديال داك العمل. مي الكره هي نورمالمون سي كوليكتيف، هذا خصها تعطى الفرقه، بحال دابا برشلونه هذه الفرقه دابا لا تشوف شي تواضع منك. لا بصح انا نقول لك صراحه اش تنفكر بها، هذيك الكره كاع ما عرفت فينا هي، دابا ليا ما همنتنيش. ما عندكش هنا نشوفوها في الدار؟ ما عنديش. وانا جايه مصطفى نشوف الكره. لا ما همنتنيش، باسكو انا تنقول لك صراحه اقسم لك بالله العظيم، هذيك الكره الذهبيه ديال المنتخب ديال المجموعه ديال الجماعه ديال الصحاب اللي لعبنا جميعين، ودبزنا ودرنا خدمنا، مشينا لافريقيا في ذاك الساعه اللي كان ما كانش تيرانات، وهذيك لا ريكومبوز ديال الجميع. مصطفى حجي، شنو سر
حب الجماهير الافريقيه، يعني دائما فاش كنا كنمشيو نلعبوا مع فرق في افريقيا ديما كنسمعوا كلشي، يعني فريق خصم كيلبسوا لي توني ديال حجي كيعيطوا بسميت حجي. وهذيك شي حاجه هذيك شي دعوه من عند الوالده. لا وهذيك رضات الوالدين، رضات الوالدين. وداك داك الساعه داك الساعه ما عرفت حتى كانش تنعسي بالصراحه، انت مشي لافريقيا افريقيا تيجي الناس تيجيو عندي عزيز عليهم. وحتى عرفتي الحاجه اللي خصو بنادم يدير، غادي تنقول لها اللعابه دابا بنادم خصو ما يكبرش راسو. اللي مشيتي انت اللاعب وداك الناس اللي تيشجعوك وداك الناس اللي تاكلوا كل نهار تيتسناو باش تلعب هما اللي تيديروك، ماشي انت اللي تدير راسك. اللي ما كانش داك الجمهور ما تكونش، دونك خصك تعطيهم الوقت ديالهم. انا تنكون في افريقيا ولا في اي واقف اي بلاصه الناس تيبغيو يهضروا معايا تنوقف باسكو سيتي لوغ دوا، خصك تعطيهم داك الشيء، تعطيهم داك الوقت. وعلى هذا الشيء واقيلا اللي الناس تيبغيوك باسكو اكسيسيبل، الاكسيسيبيليتي هي اللي تتعطي لبنادم المحبه. تنمشي لمصر دابا تيديروا لي بحال المغرب. على ذكر مصر، عقل على ذاك الهدف التاريخي اللي سجلتي ضد مصر. سيدة زوينة، سيدة زوينة هذيك عند الارضات الوالدين. كنت كدرب على ذاك يعني ضربت ميقاس ياك؟ ضربت ميقاس شحال من مرة. كنت كدرب عليها كندرب فيها ملي كنت صغير وتهرست فيها. تهرست فيها شحال من مرة. تهرستي فيها وانت كدرب وصدقات لك مع المنتخب المصري. انا بغيت نعرف واش انت شاد شي حسيفه مع مصر؟ لا. شوف المنتخب متميز، المنتخب يعني النيفو طايح، انت كتسجل على مصر. ما عرفت علاش مصر. عرفتي انا سبني انا احسن فرقه في افريقيا، احسن دوله في افريقيا ديال الكره هي مصر. وانا صراحه ما عرفت علاش ما داروا لي والو، مي بحال وتجيب الله داك تجيب الله ورده الوالدين ذاك الوقت تنماركي عليهم. والعجيب سورتو في يعني في كما كنقولوا كاس افريقيا في 98 حنا ربحنا، الدوله الوحيده اللي ربحت مصر هي حنا. ومصر دات الكاس. علاش علاش كانت عندنا جميع المقومات يمكن ذاك العام نربحوا كاس افريقيا؟ ولكن ذاك العام غادي ندوه حنا في ريوسنا اللي مشينا عرفنا غادي نمشيو بعيد. ومشكل اللي ربحنا مصر ذاك الساعه كانوا شي اربعه ديال اللعابه اللي مهمين في الفريق كانوا مرض. بحالي كنت انا لعبت ما كنتش غادي نلعب، دونك باصير كان مريض، نوربيت حتى هو ما كانش في المستوى في 100%. كان شي واحد اخر وقيلا سي صابر ولا الحدراوي كان مريض. وحنا ذاك الساعه لعبنا ذاك المقابله ضد افريقيا جنوب افريقيا لعبنا ضده، ما حنا لعبنا 30%. وداك الساعه وحنا خاسرين بواحد وقيلا خاسرين بواحد لزيرو. وداك الساعه ما كناش غادي نلعبوا بصراحه، باش كان غادي المدرب غادي يلعب شي واحد اخر، باسكو انا كان لعبت مع 42 فيفر 40 ديال لو فيفر. صابر حتى هو كان عنده واحد المشاكل ديال لا طون لا لا ريسبيراسيون لا ترانسبيراسيون، يعني مشاكل صحيه نقولوا هي اللي اثرت على المستوى ديال اللاعبين. والناموس كان واحد ضربوا الناموس عليه. وكنا صراحه في ذاك الماتش في ذاك المقابله كانت هذه ما بغيناش نلعبوا نيت، وكنا مراد والمدرب حطنا باسكو ما عندوش بحال دابا المونتوش. ودونك وداك الساعه وعلى وبزيز خسرنا. مي اللي ما كانش داك الشيء صراحه كان عندنا واحد 70% باش ندوزو ونمشيو كاع لا فينال. مي الله ما كتبش واخا ذاك الجيل كان كيستحق في الحقيقه شي لقب على الاقل افريقي. وي نو بصح. مي من بعد هذاك الشيء مشينا لكاس العالم ودرنا شي حاجه اخرى وخدمنا على كاس العالم ودرنا الحمد لله داز لكاس العالم. مي كنا حتى كاس العالم درنا فيه واحد الغلطه وقيله في ذاك الماتش ديال ضد البرازيل، كنا غادي نلعبوه في حسم اللي درنا الحمد لله. مي كل شيء هذاك صراحه اللي تيبقى هو لي سوفنير ديال الناس على شافوا المنتخب المغربي تيلعب بالنفس. هذا الشيء اللي مزيان فعلا. الولد بيان بيبي بيان 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 دي بونجور دي بونجور دابا. وي لباس اللي متوجه في بلان كاكا. وي سي فغي تدي بونجور على دام. غادي فان بيزو. بونجور تي فان بيزو. صافا شوي شونسو. فوالا تي اتون با باسكو ريغار لا دام ال ترافاي
Et papa, il fait interview. Viens, viens, tu te mets assis. Tu es fatigué. Yuma. Voilà, pas Yuma. 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 Amen. Barak Allah. Barak Allah. Arba'a dial walidat. Andi arba'a. Arba'a. Allah yakhliyhom. Quatre garçons, Allah yakhlik. Allah yakhliyhom. Barak Allah fik, yatik sihha. Andhom ma3a koura. هو بدا هو كم كامل تلعبوا الكره كلهم. وواحد واحد زكريا اسمه هو تيلعب في فرنسا. واحد فيهم جايه اللي ما تلعبش بزاف كره عندهم عالم داك المواتر وداك الشيء مي كاملين تلعبوا الكره. الكبير شحال لاج ديالو؟ الكبير عنده 24 عام. تبارك الله تبارك الله. وانا شرفت حنا شرفنا. عرفتي المشكله دابا مصطفى فاش كتقول شرفنا انا كنحس براسي شرفت لان نعقل عليك كتفرج حتى كتفرجوا علينا وانتم باقي لنا الحمد لله حنا الشيبه كل شيء. المهم باين تبارك الله. مصطفى ما كرهتكش تعاود ترجعني انا والناس اللي تبعوا ربما الماتش ديالنا ضد سكوتلندا فاش صفر الحكم فاش سقطوا الخبر ان البريزيل خسرات وان حنا ما غنتاهلوش. اه دابا ما داك عشنا شويه مقلقين ومعبين على الخدمه اللي درنا كامله واللي رجعنا للوتيل داك الساعه من بعد المقابله كان شحال من لاعب كان كامسكين وحتى انا ويوان فيه واحد فيهم على الخدمه اللي درنا باسكو عرفنا شنا انا البرازيل استيسوا وداك الساعه عرفنا البرازيل ما غادي يخسروش خصنا غير نربحوا ان شاء الله. قلنا في روزنا غير نربحوا ضد سكوتلندا غادي ندوزو ان شاء الله وعرفنا مع في داك غادي ندوزو في داك البرومي تور غادي نتيحوا ضد الطاليان والطاليان هذاك الساعه تنعرفوهم مزيان وعرفنا عندنا واحد تكون فكره على الفريق هذاك الفكره ديال الطاليان نقدروا ندوزو هذاك الطاليان باسكو داك الساعه يعني طموحكم كان كبار من تاهل للدور الثاني وما حنا كنا نمشيو للدومي فينال كاع باسكو عرفنا غادي ندوزو وغادي نتيحوا الطاليان والطاليان عرفناهم عرفنا غادي عرفنا نقدروا نتيليميناو حتى هما وخصنا غير داك الماتش ديال سكوتلندا يدوز لينا بخير وعلى خير واللي داز وما عرفتش وقع صراحه كان بحال اللي طاح لك السما فوق راسك. احنا في المغرب كلشي كان كيقول احق البرازيل بعد الماتش. انتم كلاعبين محترفين وربما كنتوا تما واش انتم كتبناو بحال مثلا بحال مثل هذه الاشاعات ولا لا ماشي بحال هكا ما تتعيشوا بحال هكا تتعيش واحد ديسيبسيون بحال اللي بحال اللي بحال عطاك شي واحد فنيده اللي كنتي صغير وشفرها لك شي واحد ومشى بها وتتبقى تقول اش وهذا الشيء اللي بحال هاد تتحس بها بحال هكا بحال يشفر لك شي حاجه كانت ديالك غش ولا كانت ديالك وشفرها لك وداوها لك ما بلا ما كان زعما ما عرفت كيفاش وحتى ما تتفكرش بها حتى تمشى توصل ذاك الساعه لوتيل دوش وتمشي بحالك وتمشي تدخل لوتيل وبقينا تنتعشاو وما كان حتى واحد ما كانش حتى كلمه ما كان حتى واحد ما هضرتوش بيناتكم لا ما كل واحد تشوف فيها داك لا ديتريس ياك باش علاش حيدونا علاش داونينا معلاش وكل واحد تتشوف فيها داك لا ديسيبسيون لا ديسيبسيون توتال وبحال ما عرفتي يا با حتى واحد ما هضر شي نهار جلسنا تعشينا وكل واحد مشى لبيتو وحتى عيت سيدنا الله يرحمه المدرب وقال له فيليستاسيون قال له دخلوا غادي نشوفوا ان شاء الله لكم استقبال والحمد لله ديك الساعه والمغاربه كامل اللي جينا وشحال مغربي كان فرحان وما عرفناش هذا الشيء كامل حنا تنفكروا غادي في روسنا غادي المغاربه غادي يكونوا فرحانين وداك الشيء جيتو لقيتو ربما اكثر بحال دينا اكثر كان بحال اللي دينا المركز تاعنا حسوا يعني الجمهور المغربي حس بكم لعبتوا من قلبكم ولكن ما جابش الله وهذا الشيء اللي عرفتي واحد الحاجه المغاربه تلعب تخسر ولا تربح مي تلعب بالنفس وتقاتل في التيران هذه يحترموك هذه يبغيوك وهذا الشيء اللي خصهم هما وانا مصطفى هنا غنسولك نعم هاد تقاتل على الفريق وهاد الروح الوطنيه حاليا شنو وقع للمنتخب الوطني؟ لا انا ديما عرفتي واحد الحاجه اللي عطانا الله حنا الرياضيين حنا هذا في الكره حنا 35 مليون مغربي تقدروا تفرحوا ميم با في دقيقه وتبكيه في دقيقه وهذا عطاها الله للرياضيين
وهذه ما كاينه في شي 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 في المنظر خول ولا في لا بوليتيك ولا في شي حاجه ما كايناش. حنا الرياضيين عندنا داك لو بوفوار باش تفرح واحد البلاد كامل ولا تبكيه فعلا. وهنا فهاد باش نقول لك شي حاجه في هذا الشيء، بنادم خصو يعرفها اللي تدخل التيران خصو يعطي اي حاجه في نفسه باش يفرح الناس 35 مغربي ولا 40 مليون مغربي الحمد لله، باش هاد الدراري اللي تيلعبوا الكره دابا خصو يديروا واحد هاد الفكره هادي في رسوم باش اللي تدخل التيران عرفتي ان 40 مليون مغربي تيتسناو راه عليك باش تكون في مستوى يعني ينساو داك الشيء اللي داك كل شيء اللي في حياتهم تيحطوها في داك الساعونس ديال الكره باش يفرحوا باش ينساو داك المشاكل ديالهم وكل مصطفى هنا اسمح لي من بعد نهايه المشوار ديالك الرياضي اللي تبارك الله كان حافل، دابا انت كتشغل المنصب ديال المساعد المدرب الناخب الوطني اللي قبل شغلتي نفس المنصب مع سي بدو الزاكي، فانا قبل ما نهضر معاك على سي بدو الزاكي وعلى غناخ بغيت نسولك في نظرك انت شنو المشكل للمنتخب الوطني هذه تقريبا اكثر من عقد اكثر من 10 سنوات والمنتخب يعني ما عندوش مستوى قار، المنتخب ما كيديرش نتائج كيتأهل وبعض المرات ما كيتأهلش، فشنو المشكله الحقيقيه للكره المغربيه؟ وما انا نقول لك صراحه انا تنشوف ماشي على المحبه ولا على انا لا كومباتيفيتي اللي تنقولوا بالفرنسيه ولا لي ساكريفيس ديال انا اللي تنشوف دابا اللعابه تيتسناو على المنتخب يعطيهم، والمغرب انت خصك تعطي لبلادك في الكره، انت خصك تعطي لبلادك، وهذا الشيء اللي واقيلا وصل الدراري واحد المستوى باش يتسناو تيقولوا تنمشيو للمنتخب باش نبين باش نمشي بعيد. لا العكس، على العكس تجي المنتخب تعطي المنتخب ديك الساعه المنتخب تيطلعك، ماشي تتسنى المنتخب يطلعك، انت تطلع المنتخب جيت تقاتل على المنتخب وتعطي اي ساكريفيس، ما تجيش على الفلوس ولا شي حاجه ولا الشهره ولا الشهره، تجي تتقاتل. انت كتشوف اللاعبين دابا الحاليين كيقلبوا على الشهره ربما وعلى شحال من واحد القميص باش بين قوسين تصوروا به اكثر ما كيقلبوا على انهم يعطيوا للفريق الوطني. ولا هذا الشيء اللي انا كنت شفت شحال هذه اللي كنت بعيد على المنتخب، انا تنشوف شي حوايج تنقول ان هي هاد اللاعبين تيمشوا للمنتخب باش يبينوا ولا باش يمشيو للمنتخب باش يبينوا المنتخب، فرق كبير بين هذا اكيد. دونك انا تنجي للمنتخب الناس تيموتوا على بلادهم، انا شحال من واحد تيموت على بلاده، وحنا تنجيو باش ترفع بلادك، انت تلعب الكره انت تجي تحكم على راسك وتلعب من ذاك الوقت ديال الساعونس اللي تجي تلعب فيها ما قتل فيها ما خصك تجي اللي تتسنى تخاف ولا تكون مضروب ولا شي حاجه فعلا. لا كاين شي لاعبين كما كنسمعوا هذه بعد الاشاعات اللي كنسمعوها كيخافوا على رجليهم كما كنقولوا. لا هذا الشيء انا ابدا ملي كنت صافي عامين دابا مع المنتخب الدراري ما تنسمع عندهم هذا الشيء صراحه، كان شي دابا كنت تنسمع الدراري اللي ما تيجيوش ولا تيبكيو، شحال من واحد دابا من الدراري اللي ما تنعيطوش تعيطوا ليا تقول لي مصطفى اش درت علاش ما جيتش وداك الشيء، الناس تيبغيو يجيو مي اونكور اون فوا في الاخر كيفاش غادي نديروا باش يكونوا موجودين في الوقت اللي خصهم اللي محتاجينهم، وحنا اللي تندربوهم خصنا نكونوا اخوان ماشي بنادم، حنا هما خصو يكونوا فرحانين يجيو وتيجيو تيدخلوا بحال اللي قلت لك قبيله مع سي اونغي ميشيل، بحال يدخلوا في العائله ديالهم تيتسناو غير واحد الحاجه يعني منتخب عائله صغيره عائله صغيره ولا كبيره بس كبيره حيت فعلا هي عائله كبيره باسكو المنتخب ديال اي واحد ديال اي مغربي. دونك وحنا عندنا داك السكريت بغيت تجاوبني بكل صراحه مع السي بدو الزاكي واش كان فعلا المنتخب عائله كبيره ولا كان سي بدو كما سمعناك قلتي وهذا ربما السبب اللي خلاك يعني انسحبتي ان سي بدو كان شويه صارم مع اللاعبين انت ضد ربما ما غادي نهضر عليك على شي سي بدو الزاكي علاش باسكو هادشي انا باقي خدام
وانا تنحترمو صراحه، تنحترمو بحال خويا الكبير ومازال نحترمو. وهذا الشيء اللي وقع ما غادي نهضرش عليه، باسكو انا ما عنديش لي بوفوار باش نحيد بادو زكي ولا نحطو، ولا انا عندي خدام بحال بالسي بادو زكي. وهذا صراحه ما ندخلش فيها، باسكو الناس تيهضروا انا مصطفى اللي ضد بادو زكي ولا شي حاجه. انا خدمت مع بادو زكي وكنت ديما موجود اللي تيسول لي على شي حوايج، كنت موجود وتنبغيت نعاونو. وحتى جا واحد الوقت قلت له انا ما ورحلتني من هنا من الهضره، ما بغيتش الصداع باسكو انا ماشي ولد الصداع، ماشي ما باش ندخل في شي مشاكل ماشي هما هذا. دخلني بغيت نخلي سي بادو داك الساعه يخدم في الراحه ديالو، ياخذ الراحه ويخدم. قلت له اللي كنت انا تنضرو انا ناخذ الحوايج ديال البلاد هذه، ماشي فرقه هذه البلاد اللي درت بادو. فوالا انا اللي درت بادو درت بلادي. دونك انا نقول ليه اللي كنت مشيت حتى هذا المستوى، نقول له اخويا انا تنشوف بلادي احسن من داك الشيء ديالي انا بوحدي. قلت له انا 35 مليون مغربي تيتسناو على المنتخب باش يخدم باش يدير النتيجات، وانا نجيب بوحدي نحيد داك الشيء كامل ل 35 مليون. ما نقدرش نمشي بحالاتي ونبقى نتفرج على المنتخب ونشجع المنتخب وهذه بلادي من البعيد. وقلت له واخا سي مصطفى اسمح لي انا غادي نقطعك عاوتاني، واخا نهضروا فاش انت والسي بادو كنتوا خدامين مجموعين، واش في نظرك عامين تقريبا تقريبا نقولوا سنتين، ما كايناش تشكيله، ما قدرناش نلقاو تشكيله رسميه، يعني كل ماتش لعيبه كيتبدلوا. يعني هذا سؤال، واخا ما تكونش يعني كتفهم في كره القدم اكيد غتحط واحد العلامه استفهام تقول او انت. عرفت نقول لك شي حاجه في هذه ليميسيون، عندي واحد جوكر. هو الجوكر ديالي والله اختك صافي. يلا استحجي انا في دارك ما نقدرش نقول لا. لا لا باسكو انا ما بغيتش ندخل في هذا الشيء. قلت لك السيد تنحترمو ومازال نحترمو، وعطى الكره المغربيه والناس تيحترمو شي واحدين تيحبو شي واحدين ما تيبغيو. وانا خدمت معاه ما عمرني نقول شي حاجه خايبه على السي بادو، شفت ولا ما شفت، دار ولا ما دار، هذيك ديالي انا تنخذها، تنخذ النصيحه ديالي فيها، وتنخذ وداك الشيء اللي ما تعجبونيش من السي بادو الزكي تنخليهم. والسيد نلقاه غدا نبوسو بحال خويا اكيد. السي بادو الزكي اكيد كنحترمو مازال واحد من الناس اللي فرحوا المغاربه، واحد من الناس اللي هزوا يعني العالم المغربي، فاكيد حنا كنحترمو. ولكن ربما النقد احيانا كيكون بالمحبه ماشي غير فقط الواحد باش ينتقد. واخا شوف هاد الجوكر انا دوزتو لك مصطفى، ادخل الاسئله الجايه كلها غتجاوبني عليها صافي. واخا مصطفى ننتقلوا لدابا الفتره الحاليه، انتم رجعتوا كمساعد الناخب الوطني غناغ. انا بغيت نسولك غناغ كمدرب شنو هي نقطه القوه ديالو؟ اذا كنتي متتبع ليه وعندك يعني معرفه سابقه به، شنو هي نقطه القوه في نظرك؟ هو لا عنده واحد الحاجه، ما عرفتي دابا جوج كيسان ديال كاس افريقيا مع زامبيا ومع لا كوت ديفوار. وصعيب بنادم يدي مع زومبيا ما عندهمش كاع داك الساعه حتى واحد فيهم ما تنعرفوش داك الساعه، اي حتى اللاعب تقول لي اسمي ديال اللاعب ما كان ما تنعرف. ودا لكاس افريقيا مع عاوتاني مع لي ستار كاع الكبار اللي عندهم مشاكل كبار في الفرقه اسمح لي في لا كوت ديفوار. وصعيب بين لا زومبيا ولا كوت ديفوار، لا كوت ديفوار دي مشيو ديما الفينال، هادي واحد 10 سنين ديما هما في الفينال وما عمرهم داو كاس افريقيا. وعندو داك عرفتي عندو داك هو سان غانيور، هو عندو داك الشيء. وتكتيكمون وبسيكولوجيكمون عندو شي حوايج. انا دابا تلقيت معاه وهضرت معاه وكيفاش تيشوف. كانت شي معرفه سابقه كنتي كتعرفو قبل تلقيتي مكن ولا اول لقاء لك به؟ لا اول مره اللي تلقيت معاه هي اللي كان جا في اللي تصاوب الكونترا ديالو مع المنتخب، وعيط لي السي القجاع الرئيس وعيط لي وقال لي هضر اجيك انا سنين واحد المدرب بغاك هو تكون المساعد ديالو. دونك انا جيت وهضرت معاه، وصراحه كنت نعرفو بحال الناس كاملين. كان مدرب ديال زومبيا، ديال كان في الجزائر قبل، في الجزائر في واحد الفرقه، كان مع لا زومبي دالا لا كوب دافريك، ودا لا كوب دافريك مع لا كوت ديفوار، ومشى الليل مسار سوشو. واللي كان في الليل كان اوبادي معاه، كان بوفالو، كان اوبادي،
كنت نتبع على الخدمه ديالو وكنت نسول الدراري كيفاش تيخدم. والدراري صراحه كانوا هو تري بروفيسيونيل وتيعرف اش تيدير. وصراحه احسن وقيله مدرب داس في افريقيا. وباش تمنوا خير معاه. لا ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. غير مي باش تدي كاس افريقي ماشي ساهل، ودي جوج وانت نصراني وجيتي من برا ما كتعرفش ربما يمكن هو ولا كيفهم ربما العقليه ديال الكره الافريقيه وتيفهم الناس ديال افريقيا باسكو حنا مغاربه افريقيين دونك اكيد دونك تيفهمنا وتيفهم لا مونتاليتي ديالنا وكيفاش تنستعملوا. والحمد لله ملي جا زعما صراحه كان شي حوايج اللي ما كنتش تنعرفهم تندخل فيهم معاه وتيسولي عليهم و جو مو رون اوتيل زعما جو مو سون اوتيل. واخا مصطفى اكد لي هذه المعلومه، سمعنا واحد التصريح ديال فينغ انه قال انه غيعتمد على كما كنقولوا الدعم ديالك لانه ما كيعرفش اللاعبين حاليا ما كيعرفش اللاعبين، فبالتالي كاين اللي كيقول ان مصطفى حجي هو اللي غادي يوضع اللائحه ديال اللاعبين ماشي فينغ. لا 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 فينغ غادي نعطيها انا دابا اللي عامين مع المنتخب وعندي شي داك الخدمه اللي درت غادي نوريها ليه ونشوف. مي هو اللي ديما في الاخر هو اللي تاخذ القرار ديالو هو اللي مكلف. دونك غادي يسولي على شي حوايج بحال كنت ندير مع السي بدو زكي والاخر هو المدرب الاول هو اللي الباترون. دونك انا اللي تيقول لي مصطفى خصني هادي مصطفى خصني هادي وما تنعرفش هادي خصني الخدمه ديالي هادي لابد نعاونو وما نخليهش يجي وياخذ عام ونص ولا عامين باش يشوف اللعابه. داك الساعه تمشي تشوف اللعابه بعينه مي تنقول له دابا اللعابه اللي يقدر يشوف كتسهل الاموريه اللي بغينا كتسهل عليه العمل على الامور ديالو وتنخذ شي طريف من هذا الشيء كامل اللي يقدر يكون في المستوى وتنعطيه. والله يوفقكم مصطفى ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. كنا كندعيو معكم بغينا ان شاء الله توفقوا جميعا. حاجه اللي مهمه بنادم يخدم بالنيه اكيد والله تيعطي الله كيوفقه. دونك حنا غادي نخدموا بالنيه بحال تنقول ديما وما تيكونش بيناتنا داك صداع ولا هضر عداده ولا موراك غادي نهضر هادشي ما غادي يكونش. وانا عرفت هضرت مع سي غفي غونار ومو حتى داك باتريس بومال اللي جا حتى هو لاركيت لا سير ناصر لاركيت حتى هو والحمد لله الجو زعما زوين و كتحس انا تنحس الناس تيحترموك وتاخذوا منك شي حوايج اللي وتيسمعوا ليك. دونك سي امبورطون سي باش تخدم سي تري سي تري امبورطون. واخا سي مصطفى نقدروا نبدلوا البليصه؟ نعم تبارك الله الدار زويونه مازال باغي نخرج ايام نخرج شويه نتمشوا مازال موجود لك شي اسئله واحده اخرى والجوكر مشى. مرحبا بسونغا تدي لا بيانفوني. مصطفى وصلنا لواحد الفقره الاسئله ديالي كما نقولوا تيك تاك انا غنعطيك سؤال وجاوبني بان مو دو مو داكور. هي اسئله شويه بيزار الا بغينا نقول اوكي ما كاينش مشكل. مصطفى يلا مصطفى قول لي شنو هي الجمله اللي كتقلك وما كتحملهاش؟ او لا لا جمله صعيبه تيك تاك صعيبه كيسكو جيم با بي لا الحقره العكس. شنو هي الجمله اللي كتقلك وكتفرح بها؟ لا انا صراحه تنبغي الناس الخير اللي تنبغي لراسي والعائله ديالي تنبغيها الناس. دونك الناس اللي كيبغيو لك الخير تيبغيو لا انا تنبغي الخير بحال انا تفسر لك انا تنبغي الخير للعائله ديالي الخوان الدراري العائله ديالي لا فامي ديالي تنبغي الخير لراسي تنبغيها الناس. دونك تنشوف الناس فرحانين وفي المستوى ديالهم بخير عليهم الصحه ديالهم لا تنبغي نشوف تنبغي نشوف الناس بحال اللي كتشوف راسي. مصطفى الى شي نهار كثرت عليك لا بريسيون سواء في الخدمه سواء في الدار واش تقدر تفكر تمشي عند ام سي؟ لا هذيك لا 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 لبسي ديالي هي اللي تنخذ من عائلتي من عند مراتي والناس اللي خدام منا معاهم باسكو بديت تكون لا بريسيون تتهني راسك مع الناس اللي تتحب ولا الناس اللي تيكون اللي تيعاونوك والناس اللي خدامين معاهم باش يتعاونوا بيناتنا باسكو داك لا بريسيون هما اللي يقدروا يحيدوها لك. مصطفى عقل على اول كاشي تعطالك من كره القدم اول فلوس ربحتي شحال كانت؟
كنت اللي كنت في فرنسا كنت تنلعبوا مع شي لي سوسيتي في الصيف وداك الساعه وقيله 500 درهم مغربيه وانت ديجا جابون كنت مزيانه ف داك الساعه كنت صغير كان عندي 14 عام و 500 درهم داك الوقت تقدر تشريها بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج واخا مصطفى جاوبني بصراحه نعم. انت رجاوي ولا ودادي؟ لا انا مغربي انا صراحه اللي كنا صغار وكنا مشينا فرنسا وداك الساعه اللي كنت هنا في المغرب كاع ما تنعرفش الرجاء وما تنعرفش الوداد ما كنتي كتشجع حتى فرقه لا باسكو بعيد على الكره وقلت نلعبوا غير الكره بحال ما كانت تعرف كاع اللي كان شي فرقي وداك الساعه كان عندي 8 سنين 7 سنين ما كانش عندنا التلفازات والراديوات باش ولا حتى كبرنا شويه والوالد كان تيشجع الحسنيه دكادير وبقات الحسنيه دكادير باسكو حنا بلادنا بلادكم واخا الفريق اللي كتشجع بارسا ولا الريال؟ بارسا بارساوي بارساوي ما تقصيش مصطفى لا بارساوي لا ماشي انا نقول لك صراحه بارساوي هذا الوقت هذه بارساوي علاش شحال هادي من عام تنحب الكره ديال بارسا علاش فيها شحال من حوايج اللي تتعاوني في الخدمه ديالي في التكتيك ولا في بزاف ديال الحوايج والنظام ديال اللاعبين في التيران وداكشي على هادشي عزيز عليا مي في واحد الوقت اللي كان مدريد كان عزيز عليا نشوف مدريد في الاول اللي جا مورينيو كان الفرقه قاصحه وعندهم شي حوايج اللي تيعجبوني مي دابا هاد الساعه ماشي اللي تنحب الرجاء ولا تنحب الوداد ولا بارسا ولا الريال بارسا ولا الريال انا ما بحال عندي اول فرقه اللي تنشجعها انا هي صراحه انا على ولادي هي المنتخب المغربي باسكو المنتخب المغربي هي كل شيء اللي عندي من الفرق الاخرين ماشي تنشجعهم ولا تنكون كاعي اللي كانوا خاسرين ولا شي حاجه تنشجعهم باسكو عندهم شي حوايج اللي تعجبوني احسن لاعب داز في تاريخ المنتخب الوطني في نظرك مصطفى تيمومي تحيه ليه تيمومي فوالا شوف تيمومي على الكره ديالو وعلى الراجل اللي تنحترم بزاف وما كاينش فيه صداع تريز على كار زعما متي بين راسو والسيد تيمومي الله يعمر هذا اللي تي هو ولد الناس كبير وراجل كبير وتلاقيت معاه وكنت تنحبو بزاف اللي كنت لاعب هو وشي واحد اخرين مي تيمومي هو ليكزامبل كبير على كل شيء على الاداب على كل شيء تيمومي الله يعمرها له مصطفى كنعرفوا النجوم اللي كيكونوا تحت الاضواء كيكون عندهم دائما معجبين ومعجبات كانوا عندك دي فان فهم ما عرفت صراحه ما عرفت حيت ساندرا قالت ما بغيتش تهضر في الموضوع انا ما دمونديش جافي دي فان وفيت دي فان هذاك ساندرا هي الاولى يمكن هي الاولى واقيلا سي سيغ لا ما هذيك ما تن عرفتي اللي كنتي تتلعب الكره وداك الشيء ما مهمكش شنو هي ما تتهجك بنت ولا اللي مهمك هو اللي تتعطي في التيران هذا الشيء الاول اللي تيهم مصطفى اسمح لي غادي نقول ميرسي اليوم عطاني اون فلوغ ميرسي بوكو وحشمت انا مصطفى بغيت نسولك ساندرا معنا كي درتي تلاقيتيها؟ مع ساندرا تلاقينا في لوكسمبورغ فين تنعيشوا وتنعرفها شحال هذه واللي عجبني عندها هي الادب ديالها هي الاحترام اللي تتعطي للناس الاخرين ولا تتعاون بزاف في واحد المنظر اللي تعجبني بزاف هي تتعاون في هذاك لي اسوسياسيون زعما بحال اللي تتعاون الناس مساكن اللي ما عندهم ديما تتكون عندها حس انساني انسانيه بزاف تتبغي تعاون وانا شفت عندها واحد الحاجه اللي تنبغي تكون عندي هي لا ديسبونيبيليتي ديال زعما اللي محتاجها شي واحد ديما تتكون موجوده وتديرها بقلبها الله يخليها لك شكرا بزاف 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 مصطفى دوزت معك نهار من اجمل ما يكون شكرا حليتي لنا دارك مرحبا بكم ميرسي ساندرا ميرسي بوكو بور لاكوي ان شاء الله نتمنوا لكم الخير حتى انتم الله يعاونكم في الخدمه ديالكم يا ربي امين وشكرا لكم باسكو كنتوا الناس صراحه دخلتوا عندي للدار
وشفت فيكم واحد الفرحه وداك الشيء وحتى انا بقيت اليز باسكو حنا فرحانين بيك اخبارك كلشي ليكيب كلها فرحانه هاد النهار حيت جايه عند سي مصطفى حجي والله بارك الله فيكم انا واحد فيكم زعما انا اللي تيجيو عندي شي ناس وتنفتح الباب كل واحد اي مغربي يدخل بحال زعما انا عندي بحال مرحبا بكم اي وقت اللي جيتوا في مراكش ولا جيتوا العطله مع ولادي ولا ولادكم والعائله ديالكم مرحبا بكم الدار الكبيره مشاهدينا فاش تكونوا دايزين لمراكش دوزوا عند مصطفى حجي راه الدار الكبيره مرحبا عنده شي معيزات تما كيشهيو ان شاء الله ان شاء الله اللي كانوا دازوا كاع المغرب شنو شي واحد نزيدوا شويه نعم مرحبا بكم اي وقت الله بارك الله فيكم Mustapha est un mari exceptionnel, très très attentionné, très présent, le mari idéal. Alors les qualités, il y en a énormément. Des défauts, il y en a très peu, à part son manque de patience. Qualité, l'attention, la présence, tout ce qui va avec l'homme idéal. Bah, que je l'aime plus que tout, avant tout. Et j'espère qu'il continuera et qu'il ne changera rien à sa personne. Aussi bien dans la vie privée que dans sa vie professionnelle. Sim Mustapha, insan mutawadi, la maradar, très très gentil avec nous. Bzaf. Mustapha Hajji, من خلال هذا النهار اللي قضيت معاه، نقدر نوصفه في ثلاثة الكلمات: الأخلاق، التواضع، والروح الوطنية. أنا واحد الحاجة بغيت نقول لكم على مرحبا وبزاف. زعما ليكيب جاوا عندي للدار وفرحوني والناس الله يعمر هذا ولالا اختنا مجدة جات ودخلت بحال دارها وعجبني الحال باسكو هما دخلوا للدار بحال جاوا عند عائلة ديالهم وهذا الشيء تيفرح وتيفرح وتيعدي واحد المحبة زعما دخلوا لي في قلبي بحال اللي تنعرفهم شحال هادي تنتمنى لهم الخير وهاد ليميسيون هادي اللي عاونهم باسكو تدخل في واحد البريفي زعما في الحياه ديال بنادم وتتقول صراحه اللي تتشوف اللي عيشتي في حياتك تنقول لهم اللي عاونهم وهذا الشيء مهم بزاف باش الناس يعرفوا باش يعرفوا الناس ديال اللي تحبوا المغاربه كيفاش تعيشوا كيفاش كيفاش تيديروا في حياتهم حنا بحال الحمد لله وانا صراحه دخلت في حياتي وانا بحال هكا وعشت تنعيش بحال هكا زعما ما عندي شي حاجه اكثر من شي مغربي اخر ولا شي حاجه حنا بحال الحمد لله نتمنى المغاربه كاملين يكونوا فرحانين في الخدمه ديالي باسكو انا دابا عرفتوا انا تنخدم مع المنتخب المغربي وان شاء الله ان شاء الله نتمنى نفرحوكم كاملين ان شاء الله في المستوى وان شاء الله الله يعاونكم